الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: خبر الآحاد مقدم على عمل المدينة. خبر الآحاد مقدم على عمل المدينة، وهذه ذكرت قريبا منها في النسخ ولا لا؟ لكن تتكرر معنا في الأخبار. فلا يجوز معارضة حديث الآحاد بعمل أهل المدينة، ولا بعمل أهل العراق، ولا بعمل أهل مكة، ولا بعمل أهل الشام، ولا بعمل أهل نجد، ولا بعمل أي بلاد كائنا من كان. الحديث مقدم على أي عمل، الحديث مقدم على أي عمل، المهم أنه يصير صحيح. ولذلك فخيار المجلس ثابت عندنا حتى وإن كان حديثه أحد، حتى وإن كان عمل أهل المدينة بخلافه، خيار المجلس ثابت. والقول الصحيح أن من دخل والإمام يخطب فالسنة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى وإن كان عمل المدينة بخلافه، لأن أهم شيء الحديث ثبت. والقول الصحيح أن السنة في الإقامة أن يقول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة كم مرة؟ مرتين، لصحة الحديث حتى وإن كان عمل أهل المدينة بخلافه. والقول الصحيح عندنا أن التحلل من الصلاة لا يكون إلا بتسليمتين، لا تكفي التسليمة الواحدة في الفريضة حتى وإن عمل أهل المدينة بخلافه، لثبوت الحديث عندنا. والقول الصحيح مشروعية سجود التلاوة في سورة الإنشقاق، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون حتى وإن كان أهل المدينة يعملون بخلافه، لثبوت الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. أفهمتم هذا؟ فإذا انتبه، لا تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل أي بلد كائنا من كان.